أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أم عبادة، نعم، إيش بدك؟ أم عبادة، أمي جاي لعنا بعد ساعتين بتكون عنا. ما بدي قدامها كلام طالع نازل علي طول، لا تبهديني، لا بتشرشحيني، لا تحكي معي شيء قدامها طول، ماشي؟ لوقت ما تروح، بعد ما تروح إيش بدك تعملي؟ أوكي؟ أيوة، أمك جاي ارتدي وبدك تصير رجال مو؟ طبعاً. يلا أشوف يا حرمي، ألفطي البيت تنفط وبدي مطبخ قبل ما عملت روتشيك. يلا. نعم، إلا شكلك أنت كذبت الكذبة وصدقتها كمان. آسف، أنا والله آسف، أنا قصدي نظفي البيت، يعني لأنه أمي بتحب النظافة وما أنا أصلاً بدخل بمشاكل، بتعرفي. لأنه إذا هيك ماشي، موافقة. يا عيني عليكي، أروح بقى عند أولادك وأفهمهم. عبادة، كان ضروري تجي أم 44 عندنا. الله يستر. عبادة، ها؟ وهي موجودة هون كمان. وراح اديله. نعم بابا، ايش بدك؟ اسمعوا انتوا وياه، ستكون جاي لعنا اليوم، ما بتفتحوا قدامها لا واتس، لا فيس، لا انستغرام، لا يوتيوب، لا تكتب، ما بتفتحوا شي طاول، بتحطوا الدفاتر وبتركوا بتدرسوا بس، ماشي؟ ماشي بابا، ماشي. كل شي رح يكون على ما يرام بابا، لا تاكل هم منو. على فكرة إذا بتكونوا محترمين قدام ستكون تعطيكم مصاري كتير، ها؟ ما أنا قلت لكم. مصاري؟ يا يوم مش أب حب المصاري. بابا لا تاكل هم، رح تشوف شخص تاني تماما، ما رح تعرفني قدام ستي، خلاص عندي. ماشي. ها خدوج، ليكي انت هون، اسمعي، ستك جاي لعنا اليوم، ما بتحطي مكياج، لا تحكي مع حدا مع رفقاتك قدامها، ما بتعمل شيء قدامها طاول، اليوم بالبيت بدي يكون في احترام، فهماني؟ مين؟ ستي جاي لعنا، لا تاكل هم بابا، خلاص، ما رح احط شيء وما رح احكي مع حدا طاول، خلاص. انا قلت لك وقد اعذر من انذر. خلاص بابا لا تاكل هم، كل شيء رح يكون على كيفك. ولو قولي ظهري دقيقكم. ستي شلونك؟ اهلا مجودة، انت مجودة ابن السرطان مو؟ لا، مين هو هاد سرطان؟ قولك ايه، انا كنت سميته لابوك سرطان، انت ايش عرفك؟ روح صرخلي عليه بسرعة. طيب ماشي، شلونك انت ستي؟ الحمد لله منيحة. طيب شلونك انت ستي؟ قلت لك منيحة الحمد لله. قولك طيب شلونك انت ستي؟ ايه ولك ولك ولعيني تعي قلبك يخرب بيتك، قلنا لك منيحة، انضرب على قلبك ونشرة تروح بقى. ايه عطيني مصاري. ايه قول هيك من الاول. نعم سوق خوم، هاي ليرة كامة لك، خده ليرة. لا عن جد هيك حتين. مين؟ حماتي عنا، وانا عم بقول البيت منور، اللهم صل على النبي ما شاء الله. تحكي معي انتي؟ عمل نص ساعة تانية تعي تسلمي علي ومالو عيجبها كمان. يحرق عيشك يا حماد، ايش قد دمك خفيف؟ دمك كتير خفيف. خدوش تعي سلمي على ستك. مين؟ ستي عناء. او ماي جاد، كيفك حياتي؟ وليك بعصوف الرقبة؟ انا مو دبرت لك عريس ابن جارتي، ليش ما وافقتي عليه؟ لانه اسطى ستي، انا بدي واحد بشبه تيم حسن، مو هذا الجربان بعتي لي اياه. يخرب بيتك من حالك ستي بوزك، هلا بتعلقنا بلسانة. لك والله العتب بهو عليكي، العتب على هالمحورة امي، كلك قال الدرب الاعوج من الدور الكبير، شايفة بيتك يا خانم؟ شايفة وين وصلاني؟ يا صبر ايوب، يا صبر ايوب، يا ارض انشق ايوب لعيني، يا ارض انشق ايوب لعيني. قولك اسعوا هيك لاشوف اسعوا هيك. مين؟ امي عنا. قولك يا ميت اهلا وسهلا ان شاء الله. امك مو امك. يا تشتوش، ولك ليش ما جيت اخذتني بسيارتك؟ ولا ليقوم عملت لك خسير دماغ حبيبة القلب؟ طبعا. قال مين اغلى من العيلة؟ قالوا اللي دفيني الليلة. يلا شوف، صرفي كل الموجودين من الغرفة، بدي احكي معك موضوع خاص بيني وبينك. يلا كلكم سمعتوا لبرا. يلا بسيطة، انا بفرجيك يا ختيارة الجن. قلتي شي كنتي؟ لا والله ما قلت شي، بس كنت بدي اقول انه انا كتير انبسطت بزيارتك، ارتفع سكر تبعي من حلاوة حديثك. نورتي امي. ولك انت ما بدك تصير رجال، ولك ايه ما بدك تصير رجال؟ طلع على بيتك،
بيتك معفن، مرتك وخمين، ما عم تشم ريحة بيتك، قولك معدتي خبطت من ريحة بيتك، يخرب بيتك من حالك، بعدين ما عم تطلع على حالك بالمرايه، قولك صايرة أسمى من العجل، صايرة بتفصل منك التاتي ما عم تشوفها. نعم، أنا إذا هي أول مرة بشوف البيت كل هاد نظيف، ما يصدق خبرش. مين والله البيت نظيف على بالملامع، إيش قصدك ولك؟ يعني أنا كذابة؟ اسمعوا لك، لهون وبس أنا ما عاد أرضى منوم، بدي أخطب لك بنت خالتك وأجرك فوق راسك، بدي أقهر لك يا هي إيش قلت وافق ولك؟ موافق لا لا وافق. ايوه احكي لك من الاول، انا بفرجيكي يا حمادي طولي بالك، قال حطوا حماية وكان بكيس طلع ابليس عم يستغيث، انا بفرجيكي طولي بالك. امي لو تشوفي ام تحسين السياره اللي ركبتها يوري موديس انت، لا اورانج روفر كمان، زي شوفي تحت كل اهل البنايه عباركولا، من وقت ما طلعت الورده وهي عم بتروح مساراتها يمين وشمال، شي على سيارات شي على مطاعم هيك، لكن المشكله كل اهل البنايه تغيرت معاملتها معهم، يلي بده يتدين منهم واللي بده يساعدهم واللي بده يدخل معهم بمشاريع بس بده يضحكوا عليهم. يا ام عبده اوعك تكون بدك تقولي لما تحسي على المشروع اللي قلتي لي عليه، اوعك تعملي اياه، ان اصلا الناس يقولوا علينا عم نستغلهم لاني جدبان. ام تحسين جدبه؟ ام تحسين جدبه قولك هي ما بترضى بش من كان وما بتقتنع شلون ما كان وما بترضى بتشارك مين ما كان كمان. بس لو ترضى تدخل معي بهالمشروع. شو يعني امي؟ بدك تحكي معي على المشروع اللي قلتي لنا عليه؟ بنصير نطالع مصاري كتير ونلعب بالمصاري لعب. شد بوزك ولك؟ هالموضوع ما بصير غير على جستي. بلكم الناس يقولوا علينا استغلاليين وعم نضحك على الجماعة ومستغلون، عبقلكم هاي القصة ما بتصير غير على جستي، فهمانين؟ قولك يا ميت أهلا وسهلا، والله نورتينا يا حضرة الآنسة أم تحسين خانم، خدوج هادي الكولا، يلا ليكني ميت جيت يا ميت أهلا وسهلا بسيدة الأعمال الآنسة أم تحسين خانم، ليش ما كملت صحنك؟ بتحبي أجيب لك جوز ولوز وفستق ولوز؟ لا دقيقكم انا ما عاد اقدر اتنفس منهم ولا لامي، قولي دقيقكم بطني رح يطق النشطه برا خدوج. ايه ام تحسين، انا بفضل من رب العالمين والحمد لله وهي دقيت على الخشب ما في مشروع دخلته الا نجح، يعني ما في مشروع بحط ايدي فيه الا ما شاء الله كان، بركض ركض وبيني وبينك انا مصمت لي قرشين مناح وحيططهم بالبنوك براد البلد عشان ما حدا يعرف فيهم، يعني مشروعي انا وانتي راح ينجح 100% بس انتي وافقي. ايش قلتي؟ شو لك يخرب بيتكم من حالكم، ليش ما عم تردوا على التليفون؟ انا بدي طالع لك هالكيس لحالي. ايوه في عندكم ضيوف كمان، مين هو مقامله هي بالله؟ مقامله؟ لا 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 حماتي لا، لك هي سيدة الاعمال الشريفتي المستقبليه ان شاء الله، الانسه الدكتوره ام تحسين خانم، تخيل جوا ابنك جوا وفهمك. مين؟ الحال الطبخه على النار عم تحترق. شو؟ قولي نزيل الطبخه على النار. اهلا وسهلا بالانسه ام تحسين، اهلا وسهلا. هذا شوف احكي لي، ايش هالمشروع اللي داخله فيه انت وكانتي؟ لا والله نحن لسه عم نحكي بالموضوع، يعني لسه ما قررنا شيء، بس على الاغلب راح يكون شيء محل مكياجات، ما مكياجاتك قلتي على الاغلب يعني مكياجات. لا شكله انت نضحك عليكي. ضحك علي وليش بقى؟ قولك هي كانت طول عمرها غاويه مشاريع. امبلا ما هي قلتي على كل المشاريع اللي عملتها فلست. قولك ايه فلست، ما في مشروع دخلت فيه الا فلس الا خسروا كلياتهم. تعال احكي لك بقى على المشاريع اللي كانت تعملون. واخر شيء جارته طول عمه يعني جوزي على مشروع الالبسه ومات وهو زعلان على المصاري. قولي معناها انا رايحه بس تجي ام عباده قال لي لها بعدين انا برد لها جواب. انا شلون بنساها هيك على النار. اوف وين رايحه وليك ام تحسين؟ قصدي الانسه ام تحسين روحي وين رايحه؟ تذكرت مشوار ضروري هلا لازم اروحه وببقى برجع لك بعدين يخرب بيتك. قولي ام تحسين يو لك ليش رايحه هاي؟ شبه ليش رايحه ام تحسين؟ ما بعرف. لك لسه ما حكيت لها على المشروع اللي عملتيه انت وانفخري وخسرته. لسه ما حكيت لها كمان على المشروع الثاني. معقول يكون زعلت على المشاريع اللي قلت لها عليهم؟ بس بيني وبينك شكلها معها مصاري كتير. شو؟ يخرب بيتك من حالك!
ما انا صلي شهر بيك عم بقنع فيي. الله يوفقك. نعم انت عم ترفع صوتك علي. اسفي حمادي، اسفي حقك علي، نسيت حالي وعلي صوتي. هاتي يا ابوس راسك. هاتي. لا ارجعي لورا، ارجعي لورا. ادعي لهون يخرب بيتك من حالي. انا من اول ما جيت عم اتحمل هيك. طفشتي يا المخلوقه. يخرب بيتك من حالك. راحت التجربه، راح المشروع. يخرب بيتك من حالك. بابا الحق على امي اكلتها لستي.